حين يعني الآن في المواجهة بين السيد جليلي والسيد بيزشكيان، السيد جليلي يعول على أصوات قاليباف التي تجاوزت 3 مليون، ويحاول بشكل أو بآخر أن يضم هذه الأصوات إليه. والبيان الذي أصدره السيد قاليباف هو يأتي على خلفية الاستجابة بهذا الطلب من قبل جليلي، ولكن بيزشكيان يعول على من لم يصوتوا، وهو يحاول أن يدفع الآخرين إلى المشاركة. بعبارة أدق، زيادة نسبة الإقبال ستكون لصالح بيزشكيان، وقلة الإقبال ستكون لصالح السيد جليلي ضمن إطار معادلة يعني جولة الإعادة هذه. طيب الدكتور حسين، في الجولة الأولى طبعا كان العنوان العريض لهذه الجولة هو النسبة المتدنية للمشاركة في هذه الانتخابات بشكل تاريخي ربما غير مسبوق، على الرغم من أن الانتخابات السابقة شهدت أيضا نسب مشاركة متدنية للغاية. وبالتالي هل تتوقع ذلك في الجولة الثانية؟ وما الذي سيقوم به كل مرشح لتحفيز قاعدته للذهاب والتصويت؟ يعني في تصوري أن نسبة الإقبال يعني ستكون بنفس المستوى، لأن هناك جزء من ينتخب يرى أن مرشحه غير موجود وأنه محدود بشخصيتين وقد لا يرغب بالتصويت إلى أي منهما، فهناك جزء سيخرج من الكتلة الانتخابية، وهناك احتمال أن يدخل جزء آخر لترجيح هذا المرشح على ذاك المرشح. من هنا لا أتصور أن الكتلة الانتخابية المشاركة ستتغير كثيرا عما كانت عليه في الجولة الماضية. يعني ألا يحفز الناخب وصول إصلاحي لهذه الانتخابات؟ كان هذا مستبعدا قبل إجراء هذه الانتخابات أن يتم الموافقة عليه أصلا. نعم، السيد بيزشكيان الآن هو ظاهرة، يعني استطاع أن يحوز على أكثر الأصوات وكان متقدما على السيد جليلي كما ذكرتم بما يقارب 1 مليون صوت، وهو الآن يحوز على 43% من مجموع من صوتوا، وفقط هو بحاجة إلى 7% من الأصوات سواء كان ممن تركوا ساحة المنافسة أو ممن لم يصوتوا. نعم. وفي تصوري أن حظوظ الطرفين الآن هي متقاربة، ولا يمكن القول أن طرفا ما يستطيع الحسم من الآن. دكتور حسين راوي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لكم.